الجراحة الثانية للسرطان. خلي يدي بسم الله على بركة الله نفتتح هذه الردة. السلام عليكم. بلغتهم بعد ما يدي اسمع سرنجيا ماكو، كانولا ماكو، كليب بانديج ماكو، حب باراشيتون ماكو. حرفيا بلغتهم هذا الموضوع ينتهي. هذه كهربائية. ليش ما خليتوها في الانعاش؟ عندكم انعاش؟ قمنا هذا اليوم نحن دائرة صحة نينوى مع لفيف من مركز الدائرة برفقة مدير مستشفى السلام ومعاونيه افتتاح ردهة الجراحة بسعة سريرية 48 أثثت بالتجهيزات ومستلزمات حديثة. وجهناهم أن يكون هناك أيضا في الردهة بعض الأسرة تخصص للعناية المركزة. وجهناهم أيضا أنه يتلافون النقوصات الموجودة حاليا ولدى بعض مستشفياتنا من المستلزمات الطبية كالسرنجات والكانيولات وسواها، خاصة بعد حصول دائرتنا على ميزانية تشغيلية من مادة 33 ووزعناها على المؤسسات. هذا اليوم سوف نستكمل صكوك رواتب الوجبة الأولى والسلام، وننتظر الموحدات وقوام الرواتب للوجبة الثانية والثالثة والرابعة التي لا زالت لدى المؤسسات، ننتظرهم ليجلبوها حتى أيضا نستكمل الصكوك الخاصة بهم. رواتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسلام هي عبارة عن 4 أشهر متتالية، أما رواتب العائدين والوجبة الخامسة هي لشهري 9 و10. الوجبة 11 لا زالت في المالية، ننتظر إطلاقها حتى ننظم قوام رواتبهم ونستحصل تمويلهم من وزارة الصحة إلى وزارة المالية. تم هذا اليوم بعون الله تعالى افتتاح ردهة الجراحية العناية ما بعد العملية بسعة 48 سرير، فنقدم شكرنا لمنظمة الصحة العالمية لتقديم هذه الردهة لمستشفانا ولدائر الصحة نينوى المتمثلة بمديرها العام ومعاونيه للدعم الدائم لهذه المستشفى، وأقدم اعتذاري لأهلنا في الموصل لأنهم يستحقون أكثر من ذلك، ولكن هذا ما نستطيع عمله، ونشهد الله على ما نقول، وأقدم شكري للقناة الفضائية الموصلية. تم بعون الله افتتاح الردهة الجراحية والنسائية في مستشفى السلام بحضور الأستاذ ليث حبابة، وهي ردهة متكاملة وجاهزين لاستقبال المرضى.